السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة التانية علاج طبيعي بنها، أهلا وسهلا بكم. هنكمل مع بعض النهاردة يا شباب آخر حصة في مادة البيوكيمستري، وهناخد موضوع جميل جدا هو الهيموجلوبين كاتابوليزم وموضوع الجندس أو مرض الصفر. طيب احنا كنا اتكلمنا وعرفنا درس اسمه الهيم سنس، وعرفنا ان الهيم ده عباره عن ايرن حديد ماسك مع حاجه اسمها بروتوبرفورين، وهذا الهيم لما بيمسك مع بروتين بيكون حاجه اسمها هيموبروتين. يعني ايه؟ يعني لو مسك مع بروتين اسمه جلوبين كون حاجه اسمها هيموجلوبين، ممكن يكون حاجه اسمها مايوجلوبين، ممكن يكون حاجه اسمها كاتاليز. كل البروتينات دي اسمها هيموبروتين لانها بروتينات تحتوي على الهيم. طيب احنا النهارده بقى جايين نتكلم على قصه تكسير الهيم، ايه اللي بيحصل عند تكسير الهيم، واشهر هيموبروتين هو الهيموجلوبين اللي موجود في الار بي سيز. طبعا يا دكتور حضرتك عارف ان الار بي سيز او كريات الدم الحمراء مده حياتها عندك او اللايف سبان بتاعها حوالي 120 دي، يبقى كريات الدم الحمراء بتعيش حوالي 120 دي. بعد ال 120 يوم كريات الدم الحمراء بتتكسر في الريتيكولو اندوثيليال سيستم. ايه هما الريتيكولو اندوثيليال سيستم ده؟ اللي هو الليفر والبومارو والسبلين. يبقى انا النهارده هروح الليفر والبومارو والسبلين او اللي اسمهم الريتيكولو اندوثيليال سيستم عشان اتكسر. بعد كام يوم؟ بعد 120 يوم. يبقى القصه بتبدا يا دكتور ان الار بي سيوس بعد 120 يوم في الريتيكولو اندوثيليال سيستم بتتكسر. طبعا الار بي سيز لما تتكسر هيطلع منها يا دكتور اشهر بروتين هي تحتوي عليه اللي هو الهيموجلوبين. طيب هذا الهيموجلوبين هيتكسر لحاجتين، الحاجة الاولى هي الجلوبين، والحاجة التانية يا دكتورنا الفاضل هي مين؟ هي الهيم. يبقى الهيموجلوبين هيتكسر ويطلع منه الهيم ويطلع منه الجلوبين. قال يا دكتور يوميا انت بيحصل في جسمك ترن اوفر لحوالي 6 جرام هيموجلوبين يوميا. يبقى يوميا جسمك بيكسر او بيبني ويكسر، ترن اوفر يعني تكسير واعاده بناء، ما يعادل 6 جرام هيموجلوبين. هذا الهيموجلوبين هيتحول في النهايه لصبغه اسمها البليروبين او البايل، هقول لك بيطلع يوميا ما يعادل 150 ميلي جرام بير دي. يبقى انا النهارده بكسر 6 جرام هيموجلوبين. طبعا الهيموجلوبين بيطلع منه هيم وبيطلع منه جلوبين، وهناخد قصه الجلوبين الهيم لحد الاخر، والاقيه بيطلع بالايروبين او بايل. كميه البايل اللي بتطلع يوميا ما يعادل 250 ميلي جرام بير دي. وتعالوا ناخد مع بعض القصه بتمشي ازاي. يبقى انا بقول لك ان اللايف سبان او مده حياه الار بي سيز 120 يوم، بعدها في الريتيكولو اندوثيليال بتتكسر اللي هو في الليفر والبومر والسبلين عشان يطلع منها الهيموجلوبين. تقريبا يوميا حضرتك بتطلع 6 جرام هيموجلوبين بتكسرهم وتبني مكانهم. قال لي يا سيدي الفاضل انا بحوله لبايل او بليروبين ما يعادل 250، وفي نفس الكتاب كاتب لك تحتها 250 ل 350 ملي جرام بايل باي دي. طيب تعالى بقى نشرح او مراحل تكسير الهيموجلوبين. قال يا دكتور اول مرحله او ستيج 1 دي بتحصل في الريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هو الليفر والبون والسبلين، البون والليفر والسبلين. قال لي يا دكتورنا الفاضل الار بي سيز بعد 120 يوم بتتكسر ويطلع منها حاجه اسمها هيم وحاجه اسمها جلوبين. قال لي الجلوبين ده بروتين، فالبروتين هيتكسر الامينو اسيد، يبقى هو هيتكسر لما يتكون منه الامينو اسيد تو بي ريوز عشان نستخدمها بعد كده. ده في شابتر البروتين ميتابوليزم. يبقى يا دكتورنا الهيموجلوبين هيتكسر لاحماض امينيه، الجلوبين هيتكسر لاحماض امينيه، هذه الاحماض امينيه انظر شابتر البروتين ميتابوليزم هتبدا تستخدمها. ولكن احنا جايين النهارده نتكلم عن مين؟ عن الهيم. ماذا سيحدث لهذا الهيم؟ قال لي يا دكتور الهيم هيشتغل عليه انزيم اسمه هيم اوكسجينيز، هيشتغل عليه انزيم اسمه هيم اوكسجينيز. هذا الانزيم مايكروزومال، اسمه يا دكتور اسمه هيم اوكسجينيز. اوكسجينيز يعني بيدخل على الهيم اوكسجين. قال لي والانزيم ده عشان يشتغل يا دكتور محتاج حاجه اسمها ناد بي اتش، يبقى النهارده بدخل اكسجين وناد بي اتش. هعمل ايه في هذا الهيم؟ هشيل منه الحديد اللي هو الفريك الايرون، هشيل منه الحديد وهشيل منه سي او، وده التفاعل الوحيد في جسمك اللي بيطلع كربون مونوكسيد، اول اكسيد الكربون، مش سي او 2 لا، ده بيطلع سي او اللي هو اول اكسيد الكربون. قال لي يا دكتورنا الفاضل وتتكون عندي صبغه خضراء اسمها بيليفيردين. بيليفيردين
يبقى البيلي فيردن دي يا دكتور جرين بيجمنت. جت امتى؟ جت يا دكتور من الهيم لما انا شلت منه الاير، لما شلت منه الاير بقى اسمه ايه؟ بروتوبيرفورين. هشيل منه بقى سي او واعمل له عمليه اوكسجينيشن فيتحول في النهايه لصبغه خضراء تسمى بيلي فيردن. هذا البيلي فيردن هيشتغل عليه يا دكتورنا العزيز انزيم اسمه بيلي فيردن ريدكتيز. وكلمة ريدكشن يعني ايه؟ يعني اختزال، يعني هيضيف عليها هيدروجين. جايبها من مين؟ برضو من نات بي اتش. قال لي يا دكتورنا الفاضل عشان تتحول لصبغة صفراء اسمها بيلي روبين، وهي دي قصتنا النهاردة. يبقى انا النهارده يا دكتور المرحله الاولى بتحصل في الريتيكولو اندوثيليال سيستم. قصتها ايه؟ قصتها انا ببدا بالار بي سيز. الار بي سيز بعد 120 يوم بتتكسر ويطلع منها حاجه اسمها الهيموجلوبين. هذا الهيموجلوبين هو عباره عن هيموجلوبين. قال لي يا دكتور الجلوبين بما انه بروتين فيتكسر ويطلع لي امينو اسيدز، والاحماض الامينيه بعد كده ريوزد، جسمي يستخدمها باي طريقه. بينما الهيم هيتحول يا دكتور لصبغه اسمها بيلي فيردين، بنزيم اسمه هيم اوكسجينيز، وهيطلع لحضرتك كربون مونوكسيد، وهيطلع لحضرتك الحديد اللي هو الفريك. قال لي يا دكتورنا الفاضل هستخدم اكسجين وهستخدم نت بيتش. هذا البيلي فيردين هيتحول بعد كده لما يسمى بيلي روبين. دكتور، هو البيلي روبين ده جاي من فين؟ من الهيم. اشهر هيم جاي من فين؟ من الهيموجلوبين. فانا بقول لك ان البيلي روبين جاي من مين يا دكتورنا الفاضل؟ من الهيموجلوبين. ولكن هذا البيلي روبين ممكن يجي من اي هيم كونتيننج بروتين. زي مين؟ قال يا دكتور لو انا عندي ان افكتيف اريثروبايوسيس، يعني انا ببني كريات دم حمراء والعمليه ما اكتملتش، فالهيم هيطلع ويطلع الصبغه اللي فيه فتتحول لبيليروبين. قال لي يا دكتور في انزيمات زي مين؟ زي السيتوكروم بي 450، هي هيم كونتيننج او طبعا يا دكتور الهيموجلوبين. يبقى مصدر البيليروبين يا اما جاي من الهيموجلوبين يا اما جاي من اي بروتين في هيم، زي السيتوكرومات، زي يا دكتورنا الميوجلوبين عند تكسيره، زي عمليه اريثروبايوسيس ما كملتش. انا يا دكتور الار بي سيز مده حياتها كام؟ 120 يوم. بعد 120 يوم بتتكسر فين؟ في الليفر والبومارو والاسبلين. قال يا سيدي الفاضل بتتكسر ويطلع منها ايه؟ بيطلع منها الهيم والجلوبين او الهيموجلوبين. الهيموجلوبين بيطلع لي مين؟ جلوبين وهيم. الجلوبين هيتكسر لاحماض امينيه بينما الهيم هو اللي انا هكمل بحصتي. يوميا يا دكتور حضرتك بتطلع بتعمل ترن اوفر ل 6 جرام في اليوم، بيطلع منهم يا دكتور 250 ملي جرام بيليروبين. طيب قال لي يا دكتور في الريتيكولو اندوثيليال سيستم بوصل للهيم بانزيم اسمه هيم اوكسجينيز. قال لي يا دكتور بشيل منه الحديد، بشيل منه سي او، قال لي يا دكتور واكسده، فيطلع لي جرين بيجمنت، صبغه خضراء اسمها بيليفيردين. البيليفيردين بالريدكتيز هتديني جولدن يلو بيجمنت، صبغه صفراء تسمى يا سيدي الفاضل بيليروبين. هذا البيليروبين في الدم ما يقدرش يمشي في الدم. هذا البيليروبين ما يقدرش يمشي لانه ووتر انسوليبل، لانه ووتر ايه؟ انسوليبل او يقال عليه نون بولر. فيا دكتورنا الفاضل مين اللي هيتطوع ويشيله في الدم؟ الالبيومين. فيلاقي يا دكتور بروتين محترم اسمه الالبيومين. هذا الالبيومين يا سيدي الفاضل يعرض على البيليروبين ان هو يشيله. يبقى هذا البيليروبين هيتم حمله على مين؟ على الالبيومين. في هذه الحاله بسمي هذا البيليروبين نون بولر. حضرتك فاهم وليه نون بولر؟ لانه ووتر انسوليبل. ليه يا دكتور اسم ان كونجيوجيتد؟ وليه يا دكتور اسم تالت ان دايركت؟ يبقى دوت في الحاله دي هو لا لكل حاجه، هو نون بولر، ان كونجيوجيتد، ان دايركت، وهتفهم كل اسم من الثلاثه دول. ولكن انا عايز اقول لك ان البيليروبين لما طلع الدم هيتشال على الالبيومين، بقى اسمه نون بولر، بقى اسمه ان كونجيوجيتد، اسمه ان دايركت، كانت بي اكسكريتد في الكدني، الكليه مش هتقدر تنزله. ليه؟ لانه يا دكتورنا الفاضل متشال على مين؟ على الالبيومين. فالكليه اصلا الالبيومين حجمه كبير فمش هقدر ان انا افلتره. في هذه الاثناء هيظهر لي ستيج 2 يا دكتور، هيظهر مين في الافق؟ الليفر. الليفر يا دكتور يبدا ينادي هذا البيليروبين، يبدا ينادي هذا الايه؟ هذا البيليروبين، يقول له تعالى. فطبعا يا دكتورنا الفاضل البيليروبين عينه تزغلل على مين؟ على الليفر، عشان هيلاقي فيه حد حلو جوه مستنيه اسمه جلوكيرونيك اسيد. يبقى هيلاقي حد حلو كده جوه مستنيه اسمه جلوكيرونيك اسيد، فيبدا هذا البيليروبين دماغه تفكر في الارتباط
من الجلوكيرونيك اسيد. ها دماغك ما تروحش بعيد، دماغك هتفكر في الارتباط من مين؟ من الجلوكيرونيك اسيد. اصل يا دكتور كان انكونجيوجيتد، ما كانش مرتبط، ما كانش ماسك مع حاجه، فهو مستني اللحظه اللي هيرتبط فيها. هيرتبط بمين؟ جوه جوه مين مستنيه؟ حاجه اسمها جلوكيرونيك اسيد. يبقى هو جوه هيلاقي حاجه اسمها جلوكيرونيك اسيد. فيا دكتور من الفاضل عين واتزغلل، مين اللي ينصحه ويقول له ما تروحش؟ القلب، من هو اللي يقول له ما تروحش ولكن هو يصمم. فعند هنا يا دكتور القلب يومين هيسيبه ويدخل جوه البليروبين لوحده، وهذا البليروبين دخل في المصيده لوحده. يبقى البليروبين يا دكتور من الفاضل كان انكونجيوجيتد عشان كان لسه ما مسكش مع حاجه اسمها جلوكيرونيك اسيد، فيجي عند الليفر يحصل له ابتيك. بمجرد ما يحصل له ابتيك مين اللي يمشي؟ الالبيومين. ومين اللي دخل لوحده؟ البليروبين. هذا البليروبين لما يدخل هيلاقي انزيم مهم جدا في حصتنا النهارده اسمه جلوك يوروناين ترانسفيريز. اظن اسمه معبر جدا، ده بيعمل ترانسفير، بينقل الجلوكيرونيك اسيد. قال لي يا دكتور بيشيل ده كريم، بيدي اتنين جلوكيرونيك اسيد يحطهم على البليروبين، يبقى اسمه جلوكيرونايل ترانسفيريز لانه بينقل اتنين جلوكيرونيك اسيد يحطهم على البليروبين. في هذه الحاله اصبح البليروبين كونجيوجيتد. يعني ايه كونجيوجيتد؟ يعني مرتبط. اصله ارتبط بمين يا دكتور؟ بالجلوكيرونيك اسيد. يبقى البيليروبين بقى ايه؟ كونجيوجيتد. ينفع ان هو ينزل دلوقتي في الدم، فاصبح اسمه بولر واصبح اسمه دايركت. طبعا دايركت دي يا دكتور عشان في اختبار مش عندكم كنت بكشف فيه البيليروبين. لو البيليروبين كونجيوجيتد بيديني النتيجه لما احط عليه الماده دايركت، بينما الان كونجيوجيتد لازم الاول اشيل منه الالبيومين عشان يحط لي النتيجه، فكنت بسميه ان دايركت، ما تهمنيش خالص. يبقى يا دكتور القصه بتبدا في الار بي سيز. بعد 120 يوم الار بي سيز بتتكسر ويطلع منها ماده اسمها الهيموجلوبين. هذا الهيموجلوبين بيتكسر لجلوبين وهيم، الجلوبين هيديني امينو اسيدز تو بي ريوزد. بينما يا دكتور هذا الهيم بانزيم اسمه هيم اوكسوجينيز. الهيم اوكسوجينيز هيعمل ايه؟ قال لي يا دكتورنا الفاضل هيدخل اكسجين، هيشيل كربون مونوكسيد، هيشيل الحديد يا سيدي الفاضل. قال لي لما اشيل الحديد واشيل الكربون مونوكسيد بقى اسمي بيلافيردين، ودي جرين بيجمنت. هذه الجرين بيجمنت بالريدكتيز تتحول ليلو بيجمنت اسمها البيليروبين. البيليروبين يا دكتورنا الفاضل صبغه صفراء تحمل على ماده اسمها البيومين. في هذه الحاله هي لسه ما ارتبطتش بحب عمرها اللي هو الجلوكيرونيك اسيد، فاسمها انكونجيوجيتد. ام نون بولر لانها مش دايبه في الميه، وان دايركت مين اللي هيناديها؟ الجلوكيرونيك. مين اللي هيعترض؟ الالبيومين. هو يقول له مالكش دعوه، فالالبيومين يمشي والبيليروبين يدخل لوحده. جوه يمسك مع مين يا دكتور؟ مع الجلوكيرونيك. يبقى حصل له ابتيك باي ليفر، يبقى حصل له ابتيك باي ليفر، وجوه حصل له كونجيوجيشن بينزيم اسمه جلوكيورينايل ترانسفيريز. مسكه مع كام يا دكتور؟ مع اتنين جلوكيرونيك اسيد، اصبح اسمه كونجيوجيشن. ما يعرفش ان الارتباط ده هو بدايه المرمطه، لان هذا الكونجيوجيتد بيليروبين عن طريق البيلاري داكت او الكومن هيباتيك داكت يترمي، يحصل له سكريشن فين يا دكتور؟ في الانتستين. يبقى الكونجيوجيتد بيليروبين هيحصل له اخر عمليه في الليفر اسمها يا دكتورنا الفاضل سكريتد للانتستين. يبقى انا هنزل الامعاء في صوره كونجيوجيتد بيليروبين. اول ما ينزل الامعاء هيحصل له ستيج 3، وستيج 3 دي بتحصل في الامعاء. ايه اللي هيحصل؟ هيشتغل عليه الانتستاينال بكتيريا، البكتيريا اللي موجوده في الانتستين. هذه البكتيريا هتعمل له عمليه اسمها دي كونجيوجيشن. دكتور هو كان كونجيوجيتد عشان ارتبط في الجلوكيرونيك، بمجرد ما الجلوكيرونيك ارتبط فيه غير خصائصه وخلاه ايه؟ بولر، خلاه دايركت، وفي نفس الوقت خد ونزل في الامعاء. جوه الامعاء هتشتغل عليه البكتيريا، البكتيريا يا دكتورنا الفاضل بعد ما تشتغل عليه هتحوله لماده اسمها ستيريكو بايلينوجين. هتحوله لماده اسمها ايه؟ ستيريكو بايلينوجين. هتحوله لماده اسمها ايه؟ ستيريكو بايلينوجين. اصل حصل ايه في البكتيريا؟ شالت منه الجلوكيرونيك اسيد. هذا الستيريكو بايلينوجين يا دكتور هي ماده كالرلس، ملهاش اي لون،
هذا الاستريكوبايلينوجين ماده كالرلس ملهاش اي لون، يحصل لها اكسده وتتحول لماده لونها بني اسمها ستيريكوبايلين. وهذه الاستريكوبايلين هتنزل فين يا دكتور؟ في الاستول، في البراز، تدي له الكالر بتاعه. يبقى القصه النهارده ان انا بقيت كونجيوجيتد لما مسكت مع الجلوكيرونيك اسيد، حصل لي سكريشن في الانتست، جوه الانتستين بالبكتيريا حصل لي دي كونجيوجيشن، بقى اسمي ستيريكوبايلينوجين، اتاكسدت الاستريكوبايلين اللي هي كالرليس، الاستريكوبايلين هي لونها براون، نزلت فين يا دكتورنا الفاضل؟ في الاستول. يبقى مصير الاستريكوبايلينوجين، موست اوف استريكوبايلينوجين هتنزل فين؟ في البروز. يبقى يا دكتور كان متهني وماشي في الدم ومتشال على الالبيومين، بدايه نهايته لما دخل الليفر عشان حصل له كونجيوجيشن مع الجلوكيرونيك، بقى كونجيوجيتد، اتبهدل بقى، اترمى في الامعاء بالبكتيريا، بقى استريكوبايلينوجين، استريكوبايلين نزل في الاستول. قال لي يا دكتور نسبه قليله منه هترجع للليفر تاني فيما يسمى انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. هو نزل من فين يا دكتور؟ من الليفر لايه؟ للامعاء، ورجع من الامعاء لايه؟ للليفر. فاعتبرتها سيركيوليشن، دوره بين الانتيرو اللي هو الامعاء والليفر، فاسمها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. ونسبه قليله منه يا دكتور من هذا الاستريكوبايلين هتهرب للبلد، وتروح بعد كده لمين يا دكتورنا الفاضل؟ للكيدني، عشان تنزل في اليورين تدي له الكالر بتاعه. يبقى تاني انا بعد ما ادخل الامعاء بالبكتيريا هتحول لماده اسمها ستيريكوبايلينوجين. هذا الاستيريكوبايلينوجين ليها كم مصير؟ ثلاثه. موست معظمها بيتحول لماده بنيه اسمها ستيريكوبايلين هتنزل في الاستول، وبعضها هيرجع للليفر فيما يسمى انتيرو هيباتيك، والقليل منها هيطلع للدم عشان ينزل فين يا دكتورنا؟ في اليورين، وهو ده مصير الهيموجلوبين. تاني بقى القصه، القصة بتقول ان انا عندي حاجة اسمها الار بي سيز. الار بي سيز اللايف سبان بتاعتها 120 يوم، بعد 120 يوم بتتكسر في الريتيكولو اندوثيليال سيستم عشان اطلع اشهر حاجة فيها اللي هو الهيموجلوبين، بطلع يوميا حوالي 6 جرام هيموجلوبين اللي هو بيتكسروا في النهاية ويطلعوا لي من البيليروبين ما يعادل 250 ملي جرام. الهيموجلوبين بيتكسر، بيتكسر الجلوبين اللي هو بروتين يتحول لامينو اسيد استخدمه بعد كده، ويطلع لحضرتك حاجة اسمها الهيم. الهيم مهم جدا، بيشتغل عليها انزيم اسمه هيم اوكسوجينيز، وهذا الانزيم يا دكتورنا هو الاونلي انزيم ان ذا بودي ذا بروديوس كاربون مونوكسايد، اللي بيطلع اول اكسيد الكربون. قال لي يا دكتور بيشيل الحديد، انا لما اشيل الحديد بقى اسمي ايه؟ بقى اسمي بروتوبرفورين، بروتوبرفورين ايرن فري لاني شلت منها الحديد. البروتوبرفورين ده يا دكتورنا الفاضل لما حضرتك تشيل منه السي او وتعمل له اوكسجينيشن يتحول لجرين بيجمنت اسمها البليفيردين، البليفيردين بيريدكتيز بيتيلو بيجمنت اسمها البليروبين. هذا البليروبين يا دكتور جاي من تكسير الهيموجلوبين، جاي من ان افكتيف اريثروبايوزس، بكسر بصنع كريات دم ما كملتش هطلع اللي فيها، او اي هيموبروتين بكسره زي السيتوكروم. مكتوب لك ان هو بيطلع يوميا من 250 ل 350، 250 طالعين بس من الهيموجلوبين، وتوتال اللي بيطلع في الجسم ممكن يوصل ل 350. قال لي يا دكتورنا الفاضل هذا البيليروبين في الدم بيتشال على مين؟ على الالبيومين. ففي الحاله دي اسمه نون بولر او انكونجيوجيتد عشان لسه ما ارتبطش، او اسمه اندايركت، او بما انه جاي من الهيموجلوبين فاسمه هيمو بيليروبين. طيب هذا الهيمو بيليروبين يا دكتور هيحصل له ابتيك باي ليفر، لما ابتيك باي ليفر هريموف منه مين؟ الالبيومين. بمجرد ما يدخل الكبد هيمسك مع الجلوكيرونيك اسيد بينزيم اسمه جلوكيرونايل ترانسفيريز. فيا دكتورنا الفاضل البيليروبين يمسك مع اثنين جلوكيرونيك، بقى اسمه كونجيوجيتد. هذا الكونجيوجيتد فقد الخاصيه بتاعته انها كانت نون بولر اللي كانت حاميه منه ينزل في اليورين، فيا دكتور هيترمي بعد كده على الامعاء. الكونجيوجيتد بالبكتيريا هيحصل له دي كونجيوجيشن ريموف للجلوكيرونيك اسيد، هيبقى اسمه ستيريكوبايلينوجين. الستيريكوبايلينوجين اسمه ستيريكوبايلينوجين او يوروبايلينوجين، ماشي؟ ستيريكو او يورو. هذا الستيريكوبايلينوجين بيتاكسد الستيريكوبايلين او يوروبايلين ينزل في الاستول، هو كان كالرلس اتاكسد لماده لونها براون تنزل في الاستول، ده الاغلب. قليل منه بيرجع للليفر فيما يسمى انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، قليل منه بيطلع للدم ينزل في اليورين. قال يا دكتورنا الفاضل يبقى ده المصير النهائي، يا اما ينزل في الاستول ده الاغلب، يا اما يرجع للليفر، يا اما ينزل يا دكتورنا في الايه؟ في اليورين. هي دي قصه خروج البليروبين. طبعا البليروبين نسبته في الدم اقل من 1.2 من 10. اذا زادت نسبه البليروبين، لو نسبه البليروبين دي تخطت 1.2 من 10 ميلي جرام بير ديسي لتر،
قال لي يا دكتورنا الفاضل دي حالة اسمها هايبر بيليروبينيميا، لو الحالة دي وصلت لأن لون الجسم يبقى يلو أصفر ده مرض اسمه جوندس، وهو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة إن شاء الله. عندنا يا دكتور موضوع اسمه هايبر بيليروبينيميا، كلمة ايميا يعني دم وهايبر يعني زيادة، فهي زيادة البيليروبين في الدم. فقال لي يا دكتور البيليروبين نسبته في الدم المفروض ما تتخطاش 1.2 مللي جرام بير دي سيلتر. لو نسبة البيليروبين في الدم تخطت 1.2 مللي جرام بير دي سيلتر، وانا هنا اقصد التوتال بيليروبين سواء الاندايركت او لو في شويه دايركت طلعوا لاي سبب ما، المفروض نسبه هذا البيليروبين لا تتخطى 1.2 مللي جرام بير دي سيلتر. طبعا يا دكتور حتى من غير ما تكون مكتوبه معظم البيليروبين اللي في الدم من 2.9 منه المفروض انه هيكون ايه يا دكتور؟ اندايركت، لان البيليروبين جاي من مين؟ من تكسير الار بي سيز، فبيطلع بيليروبين ايه؟ اندايركت. المفروض هيدخل بعد كده مين؟ الليفر. اللي هيدخل الليفر هيحصل له كونجيوجيشن، هيبقى دايركت. الدايركت ما بيرجعش الدم الا بنسبه قليله، لان الدايركت سكته ناحيه الامعاء عشان ينزل في الاستول او يطلع ستيريكوبايلين، مش بيليروبين، ستيريكوبايلين للكدني او يرجع للليفر تاني. يبقى المفروض ان انا النهارده البيليروبين اللي في الدم دايركت اغلبه. قال لي ان دايركت اغلبه، المفروض ان دايركت اغلبه. قال لي يا دكتور مش مكتوبه لك، بس بقول لك من 3.10 ل 9.10 مللي جرام بير دي سيلتر دايركت، ومن 0 ل 0.3 مللي جرام بير دي سيلتر داي ايه دايركت. يبقى نسبه الدايركت قليله، انما هو التوتالي تقريبا ايه؟ اندايركت. طيب قال لي يا سيدي الفاضل مالكش دعوه بالكلام ده كله، انت مكتوب لك كلمتين ان انا ما تخطاش 1.2 مللي جرام. طب يا دكتورنا الفاضل لو تخطيت النسبه وحصل معايا حاجه اسمها يلو ديسكالاريشن، بدات الانسجه تصفر، ده مرض اسمه الجوندس. كلمة جون يعني أصفر، كلمة جوندس هو مرض الصفرة. إيه قصة مرض الصفرة؟ مرض الصفرة هو هايبر بيليروبينيميا، ولكن حصل معاه حاجة يلوش ديسكالريشن للسكليرا والكونجنكتيفا والميوكاس ميمبرين والسكن. يبقى الجلد بتاعك والميوكاس ميمبرين والسكليرا بتاعت العين والكونجنكتيفا بتاعت العين حصل لهم سفرو. يبقى جوندس هو يلوش ديسكالريشن للسكليرا والكونجنكتيفا والسكن والميوكاس ميمبرين عشان البيليروبين تخطى كام؟ 2 مللي جرام بير ديسيلتر. طيب لو انا بقى من واحد لاثنين، دي حاله اسمها ليتنت جوندس. قال لي يا دكتور ده جوندس كامل، يعني ده شخص معرض انه يدخل ايه؟ جوندس. يبقى انا من واحد لاثنين، 1.2 فاعلى، ده اسمي هايبر بيليروبينيا. لو الرقم تخطى 2 وحصل اصفرار ده اسمه جوندس. طب من واحد لاثنين ده اسمه ليتنت جوندس. يبقى يعني ايه هايبر بيليروبينيميا؟ انكريز البلاد بيليروبين اباف 1.2 مللي جرام بير ديسيلتر. لو حصل معايا يلوش ديسكالريشن للميوكاس ميمبرين وللسكن وللسكليرا ومعايا الكونجنكتيفا، قال لي ونسبه البيليروبين تخطت الاثنين، ده مرض اسمه جوندس. انا بقول لك لو النسبه بقى تخطت ال 20 بتعدي البلاد برين بارير وتحصل حاله اسمها كرينكتروس، وهو ده الجزء المميت او الجزء الضار في الايه؟ في الجوندس. طيب يبقى يا دكتور انت مكتوب لك كلمتين في اخر الصفحه، مكتوب لك ان الهايبر بيليروبينيميا هو زياده البيليروبين اكتر من 1.2 مللي جرام بير ديسيلتر، والجوندس هو يلوش ديسكالريشن للسكن والسكليرا والميوكاس ميمبرين والكونجكتيفا لان اتعديت الاثنين، والليتنت لو انا من واحد لاثنين ليتنت يعني كامن، ده صفراء كامنه. قال لي يا دكتور انواع الجوندس ليها كذا تقسيمه. قال لي ممكن اقسم الجوندس تبعا لنوع البيليروبين اللي زاد في الدم. ايه يا دكتور؟ تبعا لنوع البيليروبين اللي زاد في الدم. انت بتقول ايه؟ انت مش لسه قايل لي ان البيليروبين اللي في الدم اغلبه اندايركت؟ قال لي يا دكتور انا بتكلم على حاله مرضيه بقى، ممكن يزيد في الدم الدايركت او الاندايركت، ده مرض. فقال لي لو زاد الكونجيوجيتد بسمي المرض كونجيوجيتد جوندس، ولو زاد الانكونجيوجيتد فاسمه ايه؟ انكونجيوجيتد جوندس. يبقى انا النهارده مصنف الجوندس تبعا لنوع البيليروبين اللي زاد. لو الكونجيوجيتد هو اللي طلع الدم وزاد في الدم دي حاله اسمها كونجيوجيتد جوندس. طب ولو الانكونجيوجيتد هو اللي زاد في الدم دي حاله اسمها انكونجيوجيتد جوندس. بس مش هي دي التقسيمه الشهيره. التقسيمه الشهيره بتاعتي يا دكتور اسمها بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك. واحده واحده. هي القصه بتقول ان الهيموجلوبين بيتكسر ويطلع لي في النهايه ايه؟ بيليروبين. المفروض ان البيليروبين ده يحصل له ابتيك باي ايه؟ باي ليفر، يحصل له كونجيوجيشن، ينزل بالبيلري دوكت لحد الامعاء.
لو المشكله قبل الكبد، يعني ايه قبل الكبد؟ يعني كميه البيليروبين اللي طالعه كبيره، الكبد سليم وبيعمل ابتيك لقد ما يقدر وزياده، بس انا بنتج بيليروبين كتير جدا اكتر من قدره الكبد الاستيعابيه. انا بنتج بيليروبين كتير جدا اكتر من قدره الكبد الاستيعابيه. الحاله دي اسمها بيري هيباتيك او اسمها ريتينشن جوندس. ايه القصه؟ القصه يا دكتور قولا واحدا، اوفر برودكشن اوف بيليروبين. حضرتك بتطلع بيليروبين كتير دكتور، الليفر بيأبتيك على قد ما يقدر وزياده، يعني الليفر ممكن ياخد كتير ويعمل كونجيوجيشن وعمال يرمي، والاستريكوبيلينوجين عمال يكتر والاستريكوبيلين عمال يكتر، بس لسه في بيليروبين زياده في الدم. طب ده يحصل امتى؟ قولا واحدا، هيموليسيس. يبقى لو حصل عندك هيموليسيس، كريات الدم اتكسرت، حاجه اسمها هيموليتيك انيميا. اللي هو ايه؟ واحد يا دكتورنا الفاضل عنده مشكله في الانزيمات بتاعه الار بي سيز، عنده جي 6 بي دي اللي هو ففازم، عنده بايروفيت كاينيز ديفيشنسي، انزيمات الممبرين مش موجوده، فبالتبعيه كريات الدم فرقعت، او السيل ممبرين غريب، سفيروسايتوزيس اليبتوسايتوزيس، كريات الدم مش سليمه ففرقعت. طب يا دكتور كريات الدم غريبه، واحد عنده ثلاسيميا، واحد عنده سيكل سيل انيميا، قال يا دكتور واحد عنده ملاريا انفكشن، واحد نقلت دم غلط انكوبيتابل بلاد ترانسفيوجن، او يا دكتور الاريثروبلاستوسيس فيتاليس، الشخص اللي هو كان ار اتش نيجاتيف وامه الست الار اتش نيجاتيف وخدت ار اتش بوزيتيف، فبالتبعيه يا دكتورنا اللي ايه ابنها الدم بتاعه اتدمر. كل الحالات دي اللي حصل فيه ايه؟ انا كسرت ار بي سيز كتير، طلعت بيليروبين كتير، فزاد في الدم بيليروبين بس من النوع الاندايركت. الليفر بعد ما كان بياخد خد زياده، وكميه الكونجيوجيت زادت، وكميه الاستيركوبايلين زادت، والستول بقى لونه داركر غامق عشان برمي استيركوبايلين كتير، واليورين بقى لونه دارك عشان برمي فيه برضه استيركوبايلين، يبقى في استيركوبايلين في اليورين زاد، واستيركوبايلين في الستول زاد، بس لسه زاد في الدم مين؟ الاندايركت بيليروبين. يبقى القصه لو انا قفلت الطريق من، لو انا زودت قصدي البيليروبين، لو انا زودت البيليروبين بكميه كبيره، يبقى انا زاد عندي مين يا دكتور؟ الانكونجيوجيتد. الانكونجيوجيتد ده ما بينزلش في اليورين، فما فيش بيليروبين في اليورين، بس الليفر خد وعمل كونجيوجيشن، ففي ستيريكوبايلين في الاستول لونه غامق، وفي ستيريكوبايلين في اليورين لونه غامق. افهم القصه معايا. القصه ان انا النهارده بري هيباتيك، المشكله قبل الكبد، حصل ريتينشن. ريتينشن يعني احتباس لمين؟ للكونجيوجيتد. كميه الكونجيوجيت الزياده، والسبب يا دكتور غالبا هي هيموليسيس زي الهيموليتيك انيميا. قال لي يا دكتورنا الفاضل البيروبين زاد، الليفر خد كتير، فهيزيد برضو معايا الاستريكوبايلين في الاستول بقى لونه غامق، وزاد الاستريكوبايلين في اليورين لونه بقى اغمق شويه، بس اللي زايد في الدم مين؟ الاندايركت. مشكله الاندايركت ده يا دكتور ان بيتشال على مين؟ على الالبيومين. ما بينزلش فين؟ في اليورين. لو نسبته تخطت ال 20 ما عادش في البيومين، فيدخل للبرين ويعمل مينتال ريتارديشن. يبقى انا مشكله الاندايركت ده ان هو لما يزيد بيتشال على الالبيومين، لو تخطى الالبيومين هيعدي للبرين، هيعدي للمخ، ويعمل حاله اسمها مينتال ريتارديشن. دي مشكله رهيبه، خد بالك لو كان ده اللي زايد ما انا دهن بيه في البول، انما ده يا دكتور ما بيترميش في البول فبيعمل منتال ريتارديشن. طيب يبقى اول حاله احنا لسه مقولين، انا بقول لك قصه مش ده كله اللي مكتوب عند حضرتك، بس انا بحكي لك الاحداث. يبقى يا دكتورنا كلمه بري هيباتيك او ريتينشن زاد عندي الكونجيوجيشن عشان حصل اوفر برودكشن للبيليروبين في حاله هيموليسيس، وهذا البيليروبين الكتير يا دكتور لما زاد في الدم هيحصل فيه ايه؟ قال لي مش هينزل في اليورين، هيتشال على الالبيومين. طب لو اتخطى الالبيومين هيعدي المخ. طب يا دكتور الليفر بياخد على قد ما يقدر، فكميه الاستيركوبايلين في الاستول بتزيد، فالاستول لونه غامق، وكميه الاستيركوبايلين في اليورين زادت، فلون اليورين اغمق شويه. طيب تاني حاله اسمها بوست هيباتيك، ده الكبد اخد البيليروبين وعمل له كونجيوجيشن، وهو جاي يرمي السكه دي اتقفلت، سكه السكريشن يعني البيلاري دوكت او الكومن هيباتيك دوكت اتقفلت، فالبيليروبين الكونجيوجيتد مش عارف ينزل في الامعاء، فرجع مره تانيه لفين؟ للليفر، فرماه في الليمفاتيك ومنها للايه؟ للبلد. تاني كلمة بوست هيباتيك، يبقى الكمية في الدم سليمة، والليفر عمل ابتيك سليم وعمل كونجيوجيشن تمام، وجي يرمي لقى الطريق ايه؟ مقفول، هيروح جاي راجع لمين؟ للليفر.
فيحصل له ريجرجيتيشن، يرجع مره تانية لفين؟ للبلود. الحاله دي يا دكتور ليها اسم كومن قوي اسمها اوبستراكتيف. ايه قصه الاوبستراكتيف؟ حصل انسداد، يبقى مين اللي هيزيد عند حضرتك في الدم؟ الكونجيوجيتد. دكتور بوست هيباتك يعني الطريق اتقفل، فرجع للدم دلوقتي يا دكتور كونجيوجيتد زاد. هذا الكونجيوجيتد ينفع ينزل فين؟ في اليورين. يبقى البيليروبين الكونجيوجيتد ده ينفع ينزل فين؟ في اليورين. فلون اليورين هيبقى فيري دارك، ده ممكن يبقى حد جرين. ليه؟ لان البيليروبين الاخضر ده، البيليروبين ده بينزل في اليورين، فاليورين النهارده هيبقى مليان بيليروبين فلونه غامق. دكتور الطريق اتقفل صح؟ فمفيش ترما في الانتستين، فمفيش ستيريكوبايلين، فبالتبعيه الستول هيبقى لونه كلي، لونه فاتح. يبقى يا دكتور مفيش ستيريكوبايلين في البروز ولا في اليورين، لان الطريق ده اتقفل، فمفيش ستيريكوبايلين، الطريق ده اتقفل، فمفيش ستيريكوبايلين. فهاجي اقيس ستيريكوبايلين هنا او هنا مش هلاقيه، وده لونه فاتح واوفنسيف، ريحته وحشه عشان مفيش صفره ما هضمتش. انما ده لونه غامق. غامق ليه يا دكتور؟ مفيش ستيريكوبايلين. يا حبيبي ده انا نزلت ايه؟ بيليروبين. هذا البيليروبين بما انه كونجيوجيتد مش محتاج البيومين، عمره ما هيعمل كرينكتروس. يبقى الفرق بين النوع الاولاني والنوع الثاني، النوع الاولاني يا دكتور زاد فيه الكونجيوجيتد، ما نزلش ابدا في اليورين، فاكلوريك، يعني مفيش بيليروبين في اليورين. بينما النوع الثاني زاد فيه الكونجيوجيتد، نزل في اليورين، فلقيت بيليروبين في اليورين. لحد هنا في مشكله؟ النوع الاولاني لو زاد ممكن ياثر على المخ، انما النوع الثاني لو زاد ما ياثرش على المخ. طيب قال يا دكتورنا النوع الثالث اسمه هيباتيك. كلمه هيباتيك يبقى المشكله في الكبد. اسمه ميكسد، اسمه توكسيك. قال لي ده يا دكتور لو شخص عنده فيرال هيباتايتس او اي مرض في الكبد. الكبد هيبقى عنده مشكله، فهيرمي لي في الدم اتنين، كونجيوجيتد وان كونجيوجيتد. يبقى يا دكتور البري هيباتيك انا زاد عندي ده، يبقى زاد عندي الان كونجيوجيتد. طب البوست هيباتيك انا قفلت الطريق، يبقى انا زاد عندي مين؟ الكونجيوجيتد. طب الهيباتيك الكبد بايظ، الكبد بيخرف، الكبد لما يخرف هيرميني مين؟ هيرمي الاثنين، كونجيوجيتد وان كونجيوجيتد. يبقى في الهيباتيك يا دكتورنا الفاضل القصه ان البليروبين دخل في شويه حصل لهم كونجيوجيشن وكملوا مصيرهم، وشويه حصل لهم كونجيوجيشن وترموا. فيا دكتور في ستيريكوبايلين بينزل ولكن كميته اقل من الطبيعيه، في يوروبايلين موجود ولكن كميته اقل من الطبيعيه، صح كده؟ في بيليروبين كونجيوجيتد في الدم وبينزل في البول ولكن كميته اقل من الاوبستراكتيف. تاني في الاولى البري هيباتيك انا عمال اعمل ابتيك، اعمل ابتيك ومش قادر اشتغل، فكميه البيليروبين يا دكتور اللي هتتحول بري هيباتيك زاد البيليروبين وزاد الاستريكوبايلينوج، فكميه الاستريكوبايلينوج اللي نازله في الاستول وفي اليورين كتير، بس مفيش بيليروبين في اليورين، لان اللي زاد عندي بيليروبين نوعه ايه يا دكتورنا في الاولى؟ زاد عندي الاندايركت، فالاندايركت زاد في الدم ما بينزلش في اليورين، بس اتاخد بالليفر، وفي ستيريكوبايلين كتير في اليورين وستيريكوبايلين كتير في الاستول. طب في الحاله الثانيه الاوبستراكتيف انا بعمل ابتيك، الطريق ده اتقفل، فهرمي في الدم مين؟ بيليروبين كونجيوجيتد، يبقى اللي زاد عندي كونجيوجيتد بينزل في اليورين. مفيش يا دكتور السكه دي مقفوله، يبقى مفيش ستيريكوبايلين في البول ولا في البروس. طيب النوع الثالث بقى لا، ده ميكسد. ميكسد يعني ايه؟ يعني يا دكتور زاد في الدم كونجيوجيتد وان كونجيوجيتد، ففي شويه كونجيوجيتد هينزلوا في اليورين بس اقل من الحاله الاولى. الحاله الاولى كان كل اللي زايد كونجيوجيتد، فكان كله في اليورين. طب يا دكتور قال لي بيعمل ابتيك وبيرمي شويه، ففي شويه ستيريكوبايلين بس قليلين. يبقى في الاول ما في ستيريكوبايلين كتير جدا في البروز ولونه غامق، في الحاله الثانيه ما فيش ستيريكوبايلين اصلا فلونه فاتح، في الحاله الثالثه كميه الستيريكوبايلين قليله اقل من نورمال فلونه افتح من نورمال. يبقى ده لونه متوسط، ده لونه فاتح خالص ممكن يبقى ابيض، ده لونه غامق خالص عشان في ستيريكوبايلين ايه؟ كتير. يبقى انا النهارده يا دكتور كلمه جوندس هي زياده البيليروبين اكتر من 1.2 مللي جرام، بس ده مش جوندس. الجوندس يلوش ديسكالريشن للسكن، للسكليرا والكونجنكتيفا والسكن والميوكوس ممبرين. قال لي يا دكتور البيليروبين لو زاد كونجيوجيتد او ان كونجيوجيت، الاسباب بري هيباتيك بوست هيباتيك. هيباتيك بري هيباتيك يبقى مشكله يا دكتورنا الفاضل حصل فيها هيموليسيس،
او حتى فيسيولوجيكال او حتى امراض زودت البيليروبين اللي نوعه ايه؟ اللي نوعه ان دايركت. هذا البيليروبين ما بينزلش في اليورين، ما فيش بيليروبين في اليورين. الليفر بياخد منه كتير وبينزل كتير ستيريكوبايلين، فالستول لونه غامق وبينزل ستيريكوبايلين في اليورين، يبقى اليورين فيه ستيريكوبايلين ما فيهوش بيليروبين. الحاله الثانيه ده الطريق فيه حصل فيه اوبستراكشن، فكل اللي راجع الدم مين؟ كونجيوجيتد. الكونجيوجيتد ده بينزل في اليورين، فاليورين مليان كونجيوجيتد فلونه غامق. الطريق ده اتقفل يبقى ما فيش ستيريكوبايلين ولا ستيريكوبايلين، فالبلاز لونه فاتح خالص. الحاله الثالثه ده ميكسد او توكسيك، الليفر نفسه بايظ فرمى الاثنين كونجيوجيتد وان كونجيوجيتد. ففي كونجيوجيتد في البول، ففي نسبه كونجيوجيتد في اليورين بس اقل من الحاله الاولى، وفيها دكتور شويه نزلوا هنا في البراز بس اقل من الايه؟ من الحاله اللي قبل كده. وهي دي انواع الايه؟ الجوندس. تعالوا نتكلم عنهم نوع نوع. احنا فعليا خلصنا الدرس يا شباب، ولكن خلينا نقوله تاني بالطريقه اللي مكتوبه عند حضرتك. احنا اتفقنا ان انا عندي ثلاث انواع من الجوندس، ان كونجيوجيتد اللي هي البري هيباتيك، وكونجيوجيت اللي هي بوست هيباتيك، والميكسد او التوكسيك. طيب تعال نتكلم على الان كونجيوجيت. قال لك الان كونجيوجيتد اول سبب ليها حاجه اسمها هيموليتيك انيميا. هو الان كونجيوجيتد هي زياده ايه؟ اوفر برودكشن. هيزيد عند حضرتك مين يا دكتورنا الفاضل؟ الان دايركت. قال لي اول سبب اسمه هيموليتيك انيميا. اي حاجه بتعمل هيموليسيس بتفرع الار بي سيز. زي ايه؟ قال لي يا دكتور في بعض الامراض نقص في الانزيمات زي جي 6 بي دي اللي هو انيميا الفول، وزي انزيم اسمه بايروفيت كاينيز ديفيشنسي. ده مهم للسيل ميمبرين بتاع الار بي سيز، لو باظ يا دكتور السيل ميمبرين ما فيهاش طاقه فبتفرقع. او لو كريات الدم شكلها غريب زي اللي هو سفيروسايتوزيس، فالبنكرياس فالسبلين بيكسرها. او يا دكتورنا الفاضل بعض الامراض بيطلع فيها ابنورمال ار بي سيز زي السيكل سيل انيميا، وحاجه يا دكتور اسمها الثلاسيميا، او يا دكتور بعض الانفكشن زي الملاريا اللي بتدمر الار بي سيز، او يا دكتور واحد عنده مشكله في الار اتش اللي هو اريثرو بلاستوزيس فيتاليس، الطفل اتدمر الار بي سيز بتاعته كلها، او يا دكتورنا العزيز واحد عنده انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. الجزء ده مش في الكتاب ولكن الدكتوره مزوداه في المحاضره فانا حبيت اقوله لك. قال لي اي حاله بتعمل هيموليسيس بتربشر الار بي سيز، كريات الدم بتفرقع، فلما اتفرقع الشخص دخل مني في انيميا بيبقى لونه بيل، بيبقى لونه شاحب كده يا دكتور. طب هيزيد عنده بيليروبين في الدم من النوع مين؟ الاندايركت، ما بينزلش فين؟ في البول. ولكن يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ كميه الاستيريكوبايلين هتزيد، فالبراز بتاعه هيبقى لونه دارك، وهتزيد في اليورين هيبقى داركر شويه عشان هتلاقي ستيريكو بايلين. يبقى القصه كلها ان كريات الدم بتفرقع فالبليروبين بتاعها بيزيد اللي هو نوعه ايه؟ اندايركت. طيب تاني حاله يا دكتور اسمها فيسيولوجيكال جوندس او نيونيتال جوندس. قال لي ايه قصه النيونيتال جوندس؟ بيقول لك الطفل بعد ما يتولد في السكند دي في اليوم الثاني، وكلمه اليوم الثاني دي مهمه جدا لان الاريثرو بلاستوزيس فيتاليس ان كريات الدم تتكسر عشان الام ار اتش نيجاتيف والطفل ار اتش بوزيتيف، فيا دكتور دم الام كسر دم الطفل بيبان اعراضه في اليوم الاول، ودي حاله مرضيه. انما الفسيولوجيكال دي حاله طبيعيه. بلك الطفل لما بيتولد بيكون الليفر سيستم بتاع الكونجيوجيشن بتاعه مش سليم، اماتيور لسه ما نضجش، فهو مش عارف يعمل كونجيوجيشن، فالبيليروبين هيزيد عنده في الدم من الصوره الايه؟ الاندايركت. ودي الموست كومن كوز اوف اندايركت. يبقى الموست كومن كوز اوف ان كونجيوجيتد اسمها نيونيتال. نيونيتال او فيسيولوجيكال، الطفل اتولد بيها في السكند داي في تاني يوم عنده من الحياه هيبدا يزيد عنده الاندايركت بيليروبين. المرض ده مش خطير، وبنبدا نقيس للطفل الصفره ما دام لم تتجاوز ال 20. هو في كتابك كتب ال 25. لو تجاوزت ال 25 ايه المشكله؟ يعني لو البيليروبين تجاوز ال 25 مللي جرام بر ديسيلتر. قال لي المفروض ان البيليروبين الاندايركت ده مفيش ضرر منه عشان متشال على مين؟ على البيومين. قال لي لما اعدي ال 25 ما عادش في البيومين يشيلني، فالبيليروبين هيروح يدخل فين؟ في البرين، فيعمل مينتال ريتارديشن. يبقى اي حد فيكم شاف طفل صغير مولود هيلاقي في اليوم الثاني بدا يصفر، دي حاجه اسمها نيونيتال جوندس او فيسيولوجيكال جوندس. هتلاقي جدته تقول ده طبيعي، ده بيحصل للاطفال كلها واغلب الاطفال، عشان الليفر بتاعه لسه اماتيور، في شويه كريات دم زياده عنده بتتكسر. ولكن يا دكتور انا يهمني ان كميه البيليروبين ما تعديش كام؟ ال 25. فالطفل ده التريتمنت بتاعه ايه؟ نو تريتمنت، مش محتاج علاج، انت بتتابعه وخلاص، تتاكد ان انا ما تخططش. ولكن امتى يحتاج علاج؟ لو بدات اوصل ل 20 و25.
قال لي يا دكتور ايه العلاج بتاعه؟ العلاج بتاعه حاجه اسمها فوتوثيرابي، باخد الواد ده واديه المستشفى، حاجه اسمها كبسوله ضوئيه في العنايه بتاعت الاطفال في الحضانه، بعرضه للضوء بلو لايت، ضوء ازرق، الضوء ده بيحول البليروبين الاندايركت بيحوله لصوره سوليبل تنزل في اليورين. فتلاقي الواد ده دخل الحضانه وبعد كده عمل بول لونه غامق جدا عشان حولت البليروبين بتاعه لماده تنزل. يبقى ده حاجه اسمها فوتوثيرابي. او بعض الادويه زي الباربيتيوريت اللي بتنشط تحويله او السكريشن بتاعه. واخيرا يا دكتور لو الحاله متاخره جدا بلاد ترانسفيوجن، لو يا دكتورنا الفاضل ممكن انقل له دم، ولكن ده يعني ايه لو ده مش فيسيولوجيكال في حاله الهيموليتيك. يبقى يا سيدي الفاضل ايه قصه النيونيتال جوندس؟ النيونيتال جوندس هي قصتها دي بتحصل في السكند دي علشان البيبي لسه الليفر سيستم بتاعه اماتيور، فبالتبعيه مش عارف يعمل عمليه كونجيوجيشن، فيزيد عنده في الدم الاندايركت، والمرض ده مش مرض، دي حاله فيسيولوجيكال نو تريتمنت ما دام لم يتجاوز الكميه بتاعت الالبيومين، لو تجاوز هيدخل البرين. فلو تجاوز يا دكتور بعرضه فوتو ثيرابي، بعرضه للضوء، اجيبه الحضانه اغطي جينات الاريا واغطي العين بتاعته واعرضه للضوء، الهدف يا دكتور ان انا احول البليروبين لماده سوليبل تنزل في اليورين او اديله باربيتيوريت. يبقى لو حصل هيموليسيس بيزيد عندي الانكونجوجيتد، وفي الفسيولوجيكال ده اشهر سبب بيزيد في مين؟ الانكونجوجيتد. في مرض وراثي اسمه كريجل نجار سيندروم. ايه قصة الكريجل نجار سيندروم؟ ده مرض يا دكتور الطفل بيتولد ده اوتوزومال ريسيسيف، مرض متنحي. انتوا عارفين ان الامراض يا اما متنحية اسمها اوتوزومال ريسيسيف، يا اما سائدة فاسمها اوتوزومال دوميننت. متنحي يبقى لازم الاب والام يورثوه عشان يظهر، سائد يكفي فرد واحد يورثه عشان ايه يظهر. فقال لي ده مرض اوتوزومال ريسيسيف بيقل فيه مين؟ الجلوكيرونايل ترانسفيريز. قال لي في منه تايب 1 وتايب 2. تايب 1 الجلوكيرونايل ترانسفيريز مش موجود اصلا، فعمليه الكونجيوجيشن مش موجوده اصلا، فكميه البليروبين زادت في الدم اندايركت ممكن تتجاوز ال 25، والطفل ده غالبا بيموت في اول سنه سنه ونص 15 شهر. يبقى تايب 1 فيتال، ما عندوش مولود ما عندوش الجلوكيرونايل ترانسفيريز، هيعيش من غير جلوكيرونايل ترانسفيريز، فالبليروبين دايما زايد في الدم ما بيتاخدش ابدا في الليفر، فهيتخطى كميه الالبيومين فدمه ميت. انما تايب 2 قال لي يا دكتور حاصل فيه ديكريز لكميه الجلوكيرونايل ترانسفيريز، فالبليروبين زايد ولكن لن يتجاوز ال 20، فيا دكتورنا الفاضل الحاله دي مايلد. يبقى الكريجل نجار او الكريجل النجار قصته يا اما الانزيم مش موجود خالص فالحاله دي فيتال، يا اما الانزيم ناقص فالحاله دي ايه؟ مايلد. فبالتبعيه هو مش عارف يعمل كونجيوجيشن فهيزيد عنده الاندايركت. المرض اللي بعد كده اسمه جيلبرت سيندروم. قال لك الجيلبرت سيندروم ده حاله بيناين، حاله عاديه، في ناس كتيره جدا عايشه عندنا بينا عندها الجيلبرت سيندروم ده، اوتوزومال دوميننت سايد. المشكله في الابتيك الاستلام، الليفر مش عارف يعمل ايه ابتيك. زمان يا اولاد كان في لاعب في الاهلي اسمه جيلبرتو، جيلبرتو ده كان لاعب بصراحه اسطوره تمام، ولكن الزملكاويه كانوا بيقللوا منه ويقولوا ان جيلبرتو ده لاعب على قده ما بيعرفش يستلم الكوره. جيلبرتو لاعب على قده ما بيعرفش يستلم. كلمه قد تفكرك ان هو اوتوزومال دوميننت ما بيعرفش يستلم، تبقى المشكله في الابتيك، الليفر مش عارف يعمل ابتيك للبليروبين، فالبليروبين هيفضل في الدم زايد ايه؟ اندايركت. يبقى يا دكتور يا اما انا عندي هيموليسيس فبيزيد في الدم الاندايركت، يا اما نيونيتال السيستم لسه ما نضجش فبيزيد الاندايركت، يا اما كريجل نجار الانزيم ده مش موجود او نسبته قليله فبيزيد الاندايركت، يا اما الليفر ما بيعملش ابتيك فالانزيم فبيزيد ايه؟ الاندايركت. في كل الحالات هيزيد الاندايركت مش هينزل في البول، هيزيد يا دكتورنا الاندايركت، فالليفر هينزل كتير جدا يا دكتورنا الفاضل ستيريكوباينوجين، فيبدا لون البراز يكون غامق. طيب الحاله الثانيه اسمها كونجيوجيتد او بوست هيباتيك او اوبستراكتيف، الطريق اتقفل. قال لي يا دكتورنا الفاضل اشهر حاله ليها الاوبستراكشن. ايه قصه الاوبستراكشن؟ واحد عنده كانسر ايد اوف بنكرياس، واحد عنده حصوه، كل ده قفل الطريق بتاع ايه؟ بتاع الكومن بايل داكت. فاللي هيحصل ايه؟ انا مش عارف اعمل سكريشن، فالبليروبين ريجريتيشن للليفر، فمن الليفر هيطلع للباي، يطلع للليف ومنه ليه؟ للبلد. يبقى هيزيد في الدم في الحاله دي مين يا دكتورنا الفاضل؟ الكونجيوجيتد. هذا الكونجيوجيتد مصيره ايه؟ هينزل في اليورين، فلون اليورين هيبقى ايه؟ هيبقى دارك، ممكن اخضر كمان. يبقى النهارده هيزيد الكونجيوجيتد هينزل في اليورين، فلون اليورين بتاعي هيبقى دارك.
طب ما فيش يا دكتورنا ستيريكوبايلين، الطريق ده اتقفل فما فيش ستيريكوبايلين. ستيريكوبايلين فبالتبعية لون الستول، الستول هيبقى بلكي مليان دهون واوفنسيف، ريحته وحشة وهيكون لونه فاتح عشان ما فيش الصبغة اللي بتديله الايه اللون. يبقى النهاردة لو الطريق اتقفل دي حالة اسمها obstructive jaundice. في مرض وراثي اسمه الدوبين جونسون سندروم. ايه قصة الدوبين جونسون سندروم ده يا دكتورنا الفاضل؟ قال لي الليفر ما بيعرفش يعمل السكريشن، يبقى ده مرض وراثي بس هو بيناين، يعني حالة ما فيهاش اي مشكلة. الليفر ما بيعرفش يعمل سكريشن، يعني عمل كونجيوجيشن عادي ومش عارف يرميه، فيرجعه فين يا دكتور؟ للدم. ومن الدم ينزل فين يا دكتور؟ في اليورين. قال لي طب والروتر سندروم؟ برضو ده مرض بيناين، مشكلته الليفر مش عارف يعمل ستورج ولا سكريشن، يعني البليروبين فيه عمل له كونجيوجيشن ومش عارف يرميه فبيرجعه للدم. طب خدت بالك فكره الاوبستراكتيف؟ المشكله مش كبيره لان البليروبين بتاعها بينزل في بيزيد في الدم فبينزل في اليورين. انا مشكلتي فين يا دكتور؟ في الانكونجيوجيتد، لانه ما بيزيد ما بينزلش في اليورين، بيترصف في الايه؟ في الخلايا. يبقى الانكونجيوجيتد بيزيد في الهيموليسيس او نيونيتال او كريج لانجار او جيلبرت سيندروم. هنا اوبستراكتيف دوبان جونسون روتر سيندروم. طب الميكس دي يا دكتورنا؟ قال لي ده ليفر ديسيز، طبعا هتلاقي فيه انزيمات الكبد عاليه اللي هو الاي اس تي والاي ال تي. سيدي الفاضل، عمريض السكر ممكن يتعالج، وبعد ما يتعالج تلاقي الاعراض لسه عليه شويه، ليه لسه اصفر رغم ان نسبه البليروبين الطبيعيه في الجسم قلت؟ قال لي عشان في حاجه اسمها دلتا بليروبين. ايه قصه الدلتا بليروبين؟ قال لي يا دكتور شايف انت الكونجيوجيتد بليروبين ده اللي بيطلع في حاله الاوبستراكتيف؟ ساعات بيروح يمسك مع الالبيومين، ساعات يروح يمسك مع مين؟ مع الالبيومين، فيديني نوع من البليروبين اسمه دلتا بليروبين. هذا الدلتا بليروبين هو اللي بيفسر ان يا دكتور السيمتوم بتفضل موجودة اللي هي اليلوش ديسكالريشن شوية بعد ما تخف. تاني النهاردة هذا الكونجيوجيتد بليروبين ممكن يروح يمسك مع الالبيومين ده، فلما يمسك مع الالبيومين يديني نوع اسمه دلتا. الدلتا ده الهاف لايف بتاعته اولونجر، بيعيش في الدم مدة طويلة شوية، فانت النهاردة هتعالج الاعراض هتروح، النسبه هتروح، ولكن ممكن تفضل اصفر شويه بعد العلاج، ده بسبب زياده مين؟ الدلتا بيليروبين. حاجه معلومه جديده يعني. يبقى الدلتا بيليروبين هي قصتها ان هذا الكونجيوجيتد بيمسك مع الالبيومين وبيعيش في الدم، وده اللي بيفسر الاصفرار اللي بيكون موجود يا دكتور بعد ما حضرتك ايه؟ بعد ما حضرتك تتعالج، عشان دلتا بيليروبين بيعيش في الدم مده طويله يا شباب. واضح كده؟ يبقى دي قصه الجندس كلها، قصه الهايبر بليروبينيميا كلها. كده يا شباب نكون خلصنا شابتر الهيم، نكون خلصنا ماده بايوكيمستري 2، نكون خلصنا ماده البايوكيمستري خالص في الترمين بتوعنا يا دكتور، البايوكيمستري 1 وبايوكيمستري 2. يا رب ان شاء الله ان انا اكون سهلت على حضرتك الماده، وان شاء الله تفتكرني بكل خير، ونحل في الامتحان وتخرجوا مبسوطين. خلصنا مادتنا اخر مره يا شباب، بنقول يلا افتحوا المذكره. نفتح مع بعض يا شباب المذكرة آخر مرة عندنا، ونبدأ مع بعض موضوع اسمه الجندس. اتفقنا مع بعض ان اللايف سبان بتاع الار بي سيز 120 يوم، بعد كده بيحصل تيرن اوفر 6 جرام بير داي من الهيموجلوبين، بيطلع لي 250 ملي جرام بايل بيجمنت. قال يا دكتور الهيم بيتكسر فين؟ اول حاجه في الار اي اس. قال لي بعد 120 يوم بيتكسر يا دكتور، يطلع هيموجلوبين. الهيموجلوبين بعد كده الجلوبين بيكسر الامينو اسيدز، والهيم بعد كده يا دكتور بيتحول لحاجه اسمها بيليفيردين بالهيم اوكسجينيز، ويطلع فيرك، ويطلع يا دكتورنا الفاضل كربون مونوكسيد. قال لي يا سيدي الفاضل البيليفيردين بالبيليفيردين الريدوكتيز تتحول البليروبين اللي هي اليلو بيجمنت. البليروبين جاي من الهيموجلوبين، وجاي طبعا من افكتيف اريثروبايوزيس، وجاي من اذر بروتين زي السيتوكروم بي 450. الرسمه دي ملخصه كل حاجه. اتفقنا مع بعض بعد كده بيحصل له عمليه ابتيك وكونجيوجيشن وسكريشن، هو شال في الدم على الالبيومين، اسمه انكونجيوجيتد اندايركت، اسمه هيمو بليروبين، كان دي بيكسكريتد عشان على الالبيومين، يحصل له ابتيك باي ليفر، ليفر يشيل الالبيومين، بعد كده كونجيوجيشن مع الجلوكيرونيك اسيد بقى ووتر سوليبل، بقى داي جلوكيروناي لانه ماسك مع اثنين جلوكيروناي، سكريشن ينزل بعد كده في الامعاء. قال لما ينزل في الامعاء تشتغل انتستاين البكتيريا تعمل له دي كونجيوجيشن، وبعد كده يا دكتور تحول ليورو بايلينوجين، اليورو بايلينوجين او ستيريكو بايلينوجين دي كلرليس، تحول ليورو بايلين او ستيريكو بايلين بالاكسجين، تنزل في الايه؟ في الستول. قال لي معظمهم بيتحول لستيريكو بايلين، ينزل في الستول يديله كلر بيجمنت، يديله اللون بتاعه، ونسبه قليله منه يا دكتورنا الفاضل بترجع الليفر فيما يسمى انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، ونسبه قليله خالص بعد كده بتطلع للدم وتنزل فين؟ في اليورين. اول مرض اسمه هايبر بليروبينيميا، زياده البليروبين اكثر من 1.2 ملي جرام
لو عملت ديالوج ديسكالريشن وزياده اكتر من اثنين، ده دكتور حاجه اسمها الجوندس من واحد لاثنين، ده اسمه ليتنت جوندس. طبعا يا اما كونجوجيتد يا اما كونجوجيتد، كلمه ريتنشن او بري هيباتيك زاد عندي يا دكتورنا الفاضل اكس فيموليس، فزاد عندي الان كونجوجيتد. ريجريجيتيشن بوست هيباتيك زاد عندي ريفلكس، فزاد عندي يا دكتورنا او بيلاري اوبستراكشن، فزاد عندي الكونجوجيتد. ميكس ده زاد عندي الاثنين بسبب ليفر ايه ديزيز. الهيموليتيك او الان كونجوجيتد اول حاجه هيموليتيك اللي هو ايه يا دكتور؟ قال لي ابنورمال هيموجلوبين بسبب سيكل سيل انيميا او ثلاسيميا، او ابنورمال سيل ميمبرينز فيروسايتوز اليبتوسايتوزيس، او ريد بلاد سيل انزيم ديفيشنسي زي الجي 6 بي دي والبايروفيت كاينيز، او يا دكتور ان في مشكله في البلاد ترانسفيوجن او اريثروبلاستوزيس فيتاليس او بعض الانفكشن زي الملاريا. بيبقى بيل والستول بيبقى لونه غامق وبيكون اليورين لونه ايه دارك. الي فيسيولوجيكال جوندس يا سيدي الفاضل، ده الموست كومن كوز للانكونجيوجيتد فيرست فيو دايز، السكند داي بالظبط يعني. الي بيبدا يزيد عنده عمليه الهيموليسيز دي، يزيد كميه تاكسيل ار بي سيز، ولكن الاشهر اماتيور سيستم في الابتيك والكونجيوجيشن والسكريشن بتاع البليروبين. نو تريتمنت الا اذا تجاوز 25 لانه بيعدي بلاد برين بارير ويعمل حاجه اسمها ايه توكسيك انسفالوباسي او مينتال ريتارديشن. اكسبوجر للبلو لايت ممكن تديله فينو باربيتيريت عشان يزود السكريشن، ولو سيفير كيس ممكن تعمله بلاد اكستشينج تغير الدم بتاعه خالص وتديله دم تاني. طيب الكليجن ماجور يا دكتور، قال لي ده رير اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر قصده ديفكتيف الكونجيوجيشن بتاع البليروبين. تايب 1 بيبقى خطير ويموت في 15 شهر. قال لي تايب 2 يا دكتور ما بيعديش ال 20 ميلي جرام بيكون ايه مايلدر نوت فيتال. جيلبرت يا دكتور ده اوتوزومال دوميننت بيزيد فيه كميه البليروبين الان كونجيوجيت عشان ما فيش ابتيك. ممكن تقول لي عشان انزيم ان اكتف شويه. كلمه كوليستياتيك او اسمها اوبستراكتيف هيباتيك او كومن بايل داكت اتقفلت بستون او كانسر. قال لي يا دكتورنا الفاضل ده اشهر حاجه بتعمل كونجوجيتد. قال لي الكونجوجيتد بتزيد في الليفر ترجع للليمف ومنها للدم وبعد كده تنزل في اليورين. اليورين بيبقى لونه اخضر او غامق او لونه غامق. وقال لي يا دكتور الستول بيبقى لونه فاتح بالكي واوفنسيف وريحته وحشه. الدوبين جونسون سندروم ده بيناين اللي بيحصل من اول ما اتولد، في مشكله في السكريشن فيزيد عنده الكونجوجيتد. وروتر سندروم ده رير، بس قصته ان الليفر سليم وكل حاجه سليمه، ممكن يكون المشكله بتاعته في عمليه الهيباتيك استروجين. ميكس يا دكتورنا الفاضل ده كونجوجيتد وان كونجوجيتد. قال لي يا سيدي الفاضل ده قصته ايه؟ توكسيك فايرال هيباتيتس. لو جينا نبص على التجميع اللي موجوده في الكتاب هتلاقي ان الهيموليتيك يا دكتور الدايركت نسبته كويسه في الهيموليتيك. الهيموليتيك الدايركت فيه ما حصلوش اي مشكله، هو اللي زاد عنده ايه؟ الاندايركت تمام. ففي اليورين هينزل فيه بليروبين؟ لا طبعا مش هينزل فيه بليروبين، هينزل فيه يوروبايلين، والستول هينزل فيه يوروبايلين، وانزيمات الكبد سليم. طيب الهيباتوسيلولار ده اللي هو التوكسيك او الميكسد، قال لي يا دكتور ان هيزيد عنده الدايركت وهيزيد عنده الاندايركت. وقال لي نسبه اليورين ممكن ينزل فيه شويه دايركت فهينزل فيه شويه دايركت، فبالتبعيه يا دكتور الفاضل لونه هيبقى غامق، في شويه يوروبايلين وفي شويه ستريكوبايلين وانزيمات الكبد اللي اس تي واللي تي هي متاثره. انما الاوبستراكتيف يا سيدي الفاضل لا، ده اللي زايد عندي الدايركت، مفيش اندايركت اصلا في الليفر او في الدم نسبته طبيعيه. اليورين هيبقى دارك جدا عشان نازل فيه بليروبين واليوروبايلين سواء في اليورين او الاستول مش موجودين، ونسبه الانزيمات ايه سليمه. المقارنه دي هي نفس الكلام اللي فات ولكن الدكتور حطها في المحاضره انا جمعتها لحضرتك. اخر حاجه يا دكتورنا الفاضل الدلتا بيليروبين، لما الكونجوجيتد بيليروبين بيبقى هاي نسبته بتكون عاليه. قال لي بيمسك مع مين؟ مع الالبيومين، فاسمه دلتا بيليروبين. قال لي ده بيعيش مده طويله عشان كده يا دكتور بيفضل موجود في الدم بعد الريكفري، فبتبقى افتر ريكفري ممكن تلاقي الكونجوجيتد لسه عالي. ده بيفسر ايه؟ بيفسر ان بيبقى فيه لسه يلو السكليرا، يلو في الجسم بعد يا دكتور ما البيليروبين يرجع للنسبه النورمال بتاعته عشان الدلتا بيفضل عايش مده تانية. كده خلصنا منهجنا وده تايم تو سي جود باي يا شباب. مع السلامة يا حبيبتي، وراح تتكيالي على السين ودي سنة الحياة.